실장님, 가시면 될까요? عشواء عفو خير ترى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مصعب بشير مالك، مدير مكتب السياحة قدامس. اليوم احنا في معرض المقتنيات النادرة، هذا المعرض اللي يهدف إلى إبراز هذا الموروث الحضاري اللي تزخر به بلادنا. والحقيقة اليوم كانت في مشاركة من طرابلس ومن درج ومختلف المدن، وإن شاء الله هذا معرض بسيط في ترتيبه لكن كبير 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 جدا في معناه. احنا السنه ان شاء الله درناه محلي بسيط هيك، وان شاء الله نهدف ان احنا نديروه اكبر من هيك، يضم كل المقتنيات النادره في ليبيا. ولكم الف شكر على تغطيتكم الاعلاميه لهذا المعرض، وشكرا. عندنا ايضا مشاركه متميزه. السلام عليكم، معكم اليوم حوش العيله في مدينه غدامس، مدينه الاثريه، في معرض المقتنيات التقليديه القديمه. اليوم الثاني ما شاء الله، حتى القائمين على المعرض هذا كفين وموفين. نشكرهم على الترحيب بينا احنا والتقديم الدعوه لجمعيه حوش العيله. اول مره نشاركوا في بلديه غدامس، وان شاء الله ونتمنى يكون زي هذا بازار دائم طول السنه، حتى الناس اللي يعني يقولوا نبوا نمشوا لغدامس وين نمشوا كذا، يلقوا حاجه مفتوحه وحاجه تبين لهم المقتنيات والمواد القديمه اللي كان الغدامسيه يشتغلوا بيها، ويشوفوها في عين المكان، يعني ارضها يعني. وكل سنه وانتم طيبين.